الصلاة والسلام على رسول الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير القاص البلدي. تيجي مقرمش محمر لذيذ، نتمنى يعجبكم وتجربوه وينجح معكم واللي معتمد عندكم. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. عندي 8 البيضات كما تتشوفوا، حجمها كبير شوية. عندي زلافة ديال السنيدة، عندي 2 خمارات، كاس ديال الجنجلان ديال العنبة ما محمر ما والو، عندي كاس ديال الماء زهر رطبت فيه اللوز شي 4 صبايع بحال هكاك، داك الكاس اللي غندي نضيف درت فيه اللوز ترطب. عندي زلافة ديال الزيت الرومية، عندي معلقة صغيرة ما عامرهاش ديال القرفة، كما تتعرفوا في القاص البلدي راه تيبغي القرفة، وعندي معلقة كبيرة ديال النافع، ولا بغيتو تزيدو على حساب الذوق الملحة وهاد البيضة وهادو باش غندهنو، والطحين بطبيعة الحال الدقيق الممتاز. هادشي اللي كاين، نبداو على بركة الله. دابا انا غنضيف البيض في الخلاط، وغنضيف هاد الزلافة ديال الزيت والزلافة ديال السنيدة، ونخلط مزيان عاد نكمل. بعد ما طربتو كما تتشوفو تدوب السنيدة، قوت ما نبقاش نطول في الطراب، الطريقة سهلة وعملية، تيدوب كلشي وتخلطو الزيت والسنيدة البيض كما تشوفوا معايا. دابا غنضيف ديك المليحة والقرفة النافع، وبغا يدير حبة حلاوة واللي بغا يزيد كمية راجع ليه على حسب الطوق. غنضيف كاس ديال الجنجلان، الجنجلان راه ما محمر ما والو، هداك اللوز، اللوز كما تشوفوا معايا راه درتو صحيح مقطعتوش غير رطبتو. نخلط واحد شويه صافي، نبدا نضيف الدقيق. الدقيق البنات ما يمكنش ليا نقول لكم على القياس حيت البيض تيختلف والطحين تيختلف حتى هو على حسب الطحين اللي تيشرب، المهم الطحين يكون ممتاز وصافي. هنا ما تندلكوه ما والو، غير تنخلطو نضيف الخمارات بجوج، نخلط فقط. ما تيبغيش يكون دقيق كتير فيه، ما يكونش عتاني خفيف، يكون متوسط ما خفيف ما قاصح، باش يكون ناجح ان شاء الله ما يتشقق ما والو. واللي بغى يعني مبتدئ او بغى تجرب دير نفس المقادير، دير 4 بيضات، دير كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، خماره وحده، رشيشه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال القرفه، المهم كاع داك المقادير اللي درت انايا ديرهم قلالي، انا غنجمعو ونتلاقاو ان شاء الله ونوريكم كيفاش غيكون. هانتوما البنات، انا بعد ما جمعتو تيكون رطب كيما تتشوفو، متلتصقش خفيف، ما هو خفيف ما هو قاصح، باش يكون ناجح ان شاء الله. دابا غنقسمو باش ندير بيه ودانات، نقسمو 8 قطع. بعد ما قسمتهم غنحاولو نديرو اللوز الوسط، ما نخليوش الجناب، نضغطو عليه باش ما يكونش فراغات بحال هكدا. عندكم شي لوزة الفوق ديرو الوسط، دور القياس اللي غندير فين كاملين. تحاولوا تكون هاد البلاصه قدها قدها البلاصه قدها البلاصه،
ضروري ديروا هاد الكاغيط ديال الخبز باش تلا دهننا داك البيض ما تي لصقش لينا هاد الودنات ديالنا. نضغطوا شويه انت تشوفوا وبعدهم راه تنتفخوا. بالنسبه للوز انايا هاد القياس نشري 10 درهم ديال اللوز، عارفه لي قياس. ودابا كان عندي رطبته ما هو 10 درهم اللي تندير ليه، وانتم على حساب الاختيار ديالكم. كامله ونزيد عليها الفانيا باش نحيد لك الزفوريه ديال البيض كما تشوفوا. خايفه حنا البيض دابا في الجنان ماشي مشكل حيت دايرين داك الكاغي درنا بالجنابات غنزوقو به شد. بالنسبه للفرن راه باقا ما شعلتوش، عاد غنشعلو دابا. حراره اقصى ديال هذاك الخفاض ديالو غديروه تنساو وتخليو واحد ربع ساعه وطلعوا لي يبان لكم راه بدات تزاد وتخليو تطيب على خاطره. بعد ما طاب لينا الفقاس ديالنا نص طايره، دابا غنلفوه فواحد المنديل نعاودو بواحد بلاستيك كما تشوفوا معايا، نزمتو عليه مزيان. الا عجنتو في الصباح تقطعو في العشيه، ولا عجنتو في العشيه تقطعو في الصباح، تخليه يرتاح حتى يبرد. دابا غيبقى يرتاح، ملي يبرد عاد تقطعو. بعد ما ارتاح لينا الفقاس دابا نقطعوه كما تشوفوا معايا سكين عادي ديال المطبخ كيكون ماضي، تبقاي معاه بشويه بشويه شتي تقطعي القياس اللي بغيتي، بغيتيه غليظ بغيتيه رقيق القياس اللي انت بغيتي. راه ساهل الفقاس غير جربوه. السمر انا في التقطاع شي حاجه درتيها في الدار تعرفي راسك شنو دايره فيها. وشي اللوزه اللي تحيدات راه تكون في الجنب لما يبقى اللوز في الوسط باش يتقطع يجي الفقاس عامر بالوسط باللوز، ولا بقى في الجنب تيتحيد ما تيبقاش شاد فيه الداخل ديالو. كما تشوفوا يجي اللوز فيه لك الوسط يجي زوين عامر اللوز ما شاء الله. الكسر ما تيكونوش فيه الا خليته يرتاح. السمر انا في التقطاع الفقاس ديالنا بعد ما قطعته كامل تيخرج ما شاء الله كميه وفيره. ودابا غنطيبوه غنشعلوا ليه الفران شميعه بحال اللي درنا ليه في الاول ونخليوه يطيب. ملي يطيب لينا من الوجه الفوقاني نقلبوه باش يجي لينا لون موحد، واللي بغاه كهذا قياس صغير هذاك الحربول يرققوا شويه ويجيه صغير على حسب القياس اللي بغيتو نتوما، نتوما تتحكموا في الحجم ديالو. ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هو الفقاس ديالنا بعد ما وجد كما تتشوفوا كما قلت لكم نخليوه في الرنا شميعه تيعطينا لون موحد ما شاء الله كيعجب. قرميشه ما تسولوش عليها. حمر كاع الجوانب كله محمر نفس اللون. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. بالصحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصفة واحدة أخرى إن شاء الله.